المسيرة الفنية بادية من الطفولة، من استويت وأنا لي في مجال الفن. طبعا بديت في الرسم في أنواع مختلفة، عقب دخلت شوي شوي في التصوير، بعدين شوي شوي دخلت في الفيديو. فكان على مرور الوقت كل هالخبرة اللي أنا مريت فيها من الوقت هي نتيجتها اليوم ناخذها. فمثل ما تقولين يعني هذا الشغل مش تحصيل حاصل، شغل أنا مارستها لفترة طويلة، ولكن كنت دائما أنتظر اللحظة أني أنا أعبر عن 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 الشيء مثلا اللي أنا أريد أوصله كمسج أو كإحساس حق الجمهور بطريقة صح وفي الوقت الصح. أغلبية شغلي يكون كله عبارة عن التاريخ والفن والتراث، ويمزج شو اللي أنا عايشة كفنان وخبرتي في العمل، خوضي في الحياة والأشياء هذه توصل كيف يعني مثل ما تقول نتيجة الأشياء هذه اللي إحنا نمارسها في الأيام اليومية، الصور اللي نأخذها يوميا، الأفلام اللي نصورها، شو ما كانت إحنا استخداماتنا واستهلاكنا اليومي، كل هذا يمزج كله ويطلع في بطريقة اللي هي مثل ما تعرفين بطريقة فنية. آخر عمل قدمناه طبعاً المعرض اللي إحنا حالياً فيه في مرايا آرت سنتر، واللي هو عبارة عن قطعة حرير مخيوط عليها شبلة اللي هي الشخصية اللي مبتكرة مع الوقت. الشبلة كانت مجرد رسمات في الدفاتر، وحبيت أني أنا أنقل هذا. وطبعاً هالدفاتر كانت كنت أشارك فيها في عن طريق الصور في أدوات التواصل الاجتماعي، ومع الوقت صار لها جمهورها الخاص وصار لها ناس اللي يعرفون منو شبلة منو ليدي لايناس. ومن هالشخصية ابتكرنا عالم كامل مثل ما تقولين عالم افتراضي. دائما العمل إذا أنت ما حطيتيه بيكون تقصير منك أنت، بغض النظر شو ما كان الفكرة تولد فكرة ثانية. إذا أنا حطيت هذه الفكرة اليوم ممكن أن تولد فكرة ثانية عند حد ثاني، مش شرط مش بالضرورة أن مثلا يكون لها صدد كبير. هذا الشيء يكون مثل ما تقولين ردة فعل غير مدروسة، شيء نحن نتوقعه وشيء نحن يعني نتمناه. فدائما الواحد اللي في باله فكرة يطبقها على طول بغض النظر شو ما كان وين ما كنتي، الأفكار تروح والأفكار تجي مرة ثانية. النكست ستيب إن شاء الله بتكون الإكسبلورينج أكثر في الماتيريالز المختلفة اللي أنا استخدمها، المواد، طريقة العرض، في كل من كل النواحي. دائما هي مثل ما يعني عودت نفسي أني أنا دائما أخذ الشيء وأدرس الموضوع وأشوف شو اللي أنا أبغى أسويه وألف عليه بطريقة أني يعني أشوفها من كذا زاوية، وبعدين أبدأ أحط فيه المواد اللي أنا أشوف يناسب يوصل الفكرة أو يقرب الفكرة. فكل هذا الشيء ما يوقف على عمل أو عملين، هو لازم أنت تبدين تكونين يعني أكثر في من عمل لعمل. وهذا السلسلة اللي أنا دائما أمشي فيها بغض النظر كان عندي معرض أو لا، إن شاء الله أعمال جديدة دائما بتكون موجودة. وأشكر أشكر أشكر أمي وأبويا الله يحفظهم ويخلي لي إياهم، هم اللي كانوا سند طول هالسنين كلها، وهم اللي كانوا ملهميني طول هذا الوقت في خاصة في مجال التصوير ومجال الأفلام، لأن هم كانوا يمارسون هذا الشيء وهم هذا الشيء أنا شفت وربيت في هالأجواء اللي هو الحفاظ على الصور، طريقة توثيق الأشياء. يعني هذا كله ترى يلعب دور، وأنا أشكرهم جد جزيل الشكر على حثهم وعلى دعمهم اللامحدود. أنا أحكي اليوم نحن الحمد لله متنومسين مثل ما يقولون. المجال الفني قام يكبر، المجال الفرص قامت تزيد الحمد لله، وهذا الشيء ملحوظ. وأنا كفنان أشوف هذا الشيء حلم وصار وتحقق الحمد لله، وحين نحن يصل نقطة ثمارة. فاللي عنده فكرة واللي عنده شيء يتوكل على الله ويسويها، لأن القطار لسه يمشي وإن شاء الله سيار متجهين إلى الطريق الصحيح.